بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تسأل وعمري خالد يجيب، من ضمن مئات الأسئلة اللي بتجيلنا كل أسبوع نجاوب عليها، بنحاول نكون مستشارينكم الشخصيين اللي بنجاوبكم بقلب وبأخوة، وفي نفس الوقت يعني إذا كان واحد عنده خبرات طويلة في الحياة يفيدكم بيها. السؤال النهاردة سعاد من مصر. سعاد بتقول إن هي في شاب متقدم لها، هي معجبة بيه جدا، بتحبه جدا. المشكلة ان اهلها مش موافقين، واهلها رافضين ان هم يتمموا الموضوع، ويعني معترضين على الجوازة اعتراض شديد، وهي متألمة نفسيا ومش عارفة تعمل ايه. فانا اللي انا عايز اقوله لسعاد كذا حاجة. اول حاجة، احنا ما بنتجوزش من ورا اهلنا. اوعي تعملي كده، اوعي تدخلي في قضية انا هتجوزه غصب عنكم، وتخشي في صراع مع العيلة. لكن في نفس الوقت وانا بوصيك بشده، اوعي لا يمكن تتجوزي من ورا اهلك، ولا يمكن تدخلي في صدام معاهم. في نفس الوقت بقول لك من حقك تدافعي عن حبك. طب يعني اعمل ايه اذا كنت بتقولي ما ينفعش؟ تعملي اول حاجه انك تستمري في الدعاء، يا رب يسرني ان انا اتجوز فلان، وتدعي بكده. نمره 2، انك توسطي حد يتدخل ما بينك وما بين اهلك، ان هو يخليهم يوافقوا على فكره انك تتجوزيه، ويعني يكون حد له دلال على ابوك وامك ويبدا يدخل في الموضوع. نمره 3، انك تقعدي معاهم قعدات كتيره بالمنطق بالالحاح. انا من حقي ان انا اقعد معاكم واقول رايي وانتوا رافضينه ليه، ومن حقي ان انا دافع يعني لغايه ما يقتنعوا او يزهقوا او يرفضوا. في نفس الوقت انت كنت بتدعي من زمان، لو ان شاء الله في خير ربنا هيسره لك. رابع حاجه، ما تنسيش تصلي صلاه الاستخاره. ما اعرفش انت صليتيها ولا لا، النبي بيقول الاستخاره لا تاتي الا بخير. صلي صلاه الاستخاره وتقولي يا رب اقدر لي الخير ويسر لي الخير. دول 4 خطوات انا بنصحك انك تعمليهم. ربنا يسعدك ويبارك لك ويقدر لك الخير يا رب.